إذا وافق العيد يوم جمعة فهل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ وإذا صلوا يوم الجمعة فهل تعتبر صلاة الجمعة كفارة إلى أسبوع القادم؟ إذا وافق العيد يوم الجمعة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى العيد أجزأته عن الجمعة ويصلي ظهرا، فإذا صلى مع الناس صلاة العيد فالأئمة يقيمون صلاة الجمعة، فأئمة الجوامع عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة ويصلوا بالحاضرين، ومن لم يحضر من صلى العيد عليه يصلي في بيته ظهرا أو مع بعض الإخوان ظهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والجمعة جعلها كفارة إذا طهرت في بيته ثم أتى وصلى ما قدر الله له وحضر وأنصت ولم يفرق بين اثنين ولم يؤذي أحدا صار جمعة كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، لأن حسن بعشر أمثالها. لكن ليس معنى أنها كفارة تضيع الصلاة التي بعدها تضيع الحقوق، لا، يقوم بالحقوق الله عليه يتقي الله ويقوم بالحقوق في جميع الأوقات من الصلوات وغيرها، وهو لابد محل الزلات ومحل السيئات، وتكون هذه الجمعة كفارة للصغائر قد تقع منه. وأما الواجبات عليه يؤديها، بعض الجهلة يقول ستحرير صلاة الجمعة ويضيع الصلوات ويضيع هذا منكر عظيم وكفر وضلال، نسأل الله العافية. كفارة مثل ما أن التوبة كفارة ومثل ما أن الصلوات الخمس كفارة، لكن ليس معنى هذا أن هذا الرجل الذي صلى الجمعة يضيع الصلوات الأخرى ويكفر عنه بجمعة أخرى أو يضيع الحقوق الأخرى أو لا يؤمن معروفا عن منكر أو يقطع عقوبة لديه أو يقطع أرحامه أو يشهد بالزور أو يدعي بالباطل، يقول أنها تكفر عن الجمعة، هذا جهل كبير وضلال بعيد.